في إطار تنفيذ الأفكار الفائزة في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، والتي أطلقت تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم تدشين مشروع مسعف في كل بيت بتعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. نعم، تهدف فكرة المشروع إلى التدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي بواسطة مختصين في مدارس البحرين، بهدف تقليل التعرض للوفيات الناجمة عن حدوث النوبات القلبية المفاجئة. من منطلق الحس الإنساني والمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، ومن نظرة شمولية حول ما يمكن تقديمه في نفعة كل من يعيش على هذه الأرض، من هنا جاءت فكرة مسعف في كل بيت كواحدة من الأفكار الفائزة في النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار الحكومي فكرة. طبعا آلية التنفيذ بتكون عن طريق تدريب المدرسين في مدارس مملكة البحرين على الإسعافات الأولية، وبحيث يكونون ويحصلون على الاعتماد كمدربين الإسعافات الأولية، وبالتالي يقومون بتدريب الطلبة والطالبات في المرحلة الثانوية، وبذلك ما يتخرج أي طالب أو طالبة من مدارس مملكة البحرين إلا ويكون عنده تدريب على الإسعافات الأولية وقادر على تنفيذها. طبعا احنا سعيدين جدا ان هذه الفكره كانت حلم وصارت واقع من سنه 2020، واحنا قاعدين نشتغل على كل هذه التجهيزات عشان اليوم نبدا اولى خطوات في الواقع في المدارس، فالحمد لله رب العالمين. بصفتنا احدى مقدمات خدمات الرعايه الصحيه في مملكه البحرين، شفنا ان في واجد ضغط على خدمات الرعايه الصحيه في مملكه البحرين، فقلنا ليش ما يكون في مبادرات ان في اسعافات اوليه تقدم الى الجيل الجديد، بحيث انه يكون عنده مبادره وحب المساعده للاخرين من الصغر، بحيث انه يكون مسعف في كل بيت موجود يقدر يقدم الخدمات الاسعافيه بدون الحاجه الى الرعايه الثانويه في مملكه البحرين. يهدف مشروع مسعف في كل بيت إلى عمل برنامج وطني للتدريب على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل مختصين في مدارس البحرين، من أجل تقليل النسبة الكبيرة للوفيات الناجمة عن حدوث النوبات القلبية المفاجئة. دورنا هنا ان احنا نخلق صف اول لتدريب طلاب المرحله الثانويه من خلال تدريب معلمي التربيه الرياضيه على اساس يكونون هم معلمين الاسعافات الاوليه لطلابنا، وبعدين في المرحله الثانيه راح يكون في دراسه امكانيه ان احنا نخليه كمنهج اساسي لطلاب المرحله الثانويه في 2025 ان شاء الله. دور وزارة التربية والتعليم، طبعا دور وزارة التربية والتعليم بيكون كبير وأساسي في هذا البرنامج، باعتبار الشريحة الكبيرة اللي موجودة عندنا احنا في وزارة التربية والتعليم ألا وهم الطلاب. الطلاب بيكون لهم دور كبير أساسا في توصيل هذه الثقافة، ثقافة الإسعافات الأولية اللي تعتبر فعلا ثقافة مهمة. لكل فكرة آلية عمل من أجل تنفيذها، وفكرة مشروع مسعف في كل بيت وضعت له خارطة طريق لتنفيذه على أرض الواقع لضمان مواصلة تطويره بتكاتف الجهود على مستوى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، حيث سيتم تطبيق هذا البرنامج من خلال تضمين مادة الإسعافات في المناهج الدراسية للطلبة في مختلف المراحل وتدريبهم على مستويات مختلفة من الإنعاش بحسب المرحلة الدراسية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.